الله يمسيكم بالخير. الكثير يعاني من مشكلة الشيب المبكر، شيب قبل حينه، كيف خليه يتأخر؟ أهم شيء فيتامينات الباء، وخصوصا B5 وB6 وB12. طبعا فيتامينات الباء توجد في الأسماك وفي اللحوم وفي أعضاء الحيوانات، خصوصا الكبد والكلى، وأيضا موجودة في البيض. رقم 2، النحاس، وهو موجود في المحاريات وخاصة في المشروم أو الفطر. رقم 3، فيتامين إي، لأنه مضاد للأكسدة، لأنه جسمك تحت الضغوط والهموم والمشاكل يفرز الكورتيزول من الكظهرية، والكورتيزول يعمل أكسدة بالهيدروجين بيروكسيد، بيروكسيد الهيدروجين حق اللي يسمون بالحريم نزع اللون هذا، نفسه تنتجه فيسحب لون، فيجي فيتامين إي يضاد. من الأشياء اللي تنقص هذا الكورتيزول الشوكولاتة السوداء والبروبيوتكس أو البكتيريا النافعة في الزبادي، وأيضا الموز. أضافة لهذه الثلاثة الأشياء الزنك والكالسيوم والحديد والبروتين خصوصا الكيراتين، وطبعا فيتامينات الباء بشكل عام.